في حالة كده دايما احسها فيك وانا بتفرج عليك على المسرح، برغم انك كوميديان خطير جدا، لكن بحس بحالة شجن جواك، حالة حزن. هل جذور الحالة دي هي الست أمينة سليمان محمود؟ انا هقول لحضرتك حاجة ودي مش قادر انساها يا يوسف، ولا اخواتي. انا كان ليا اخت اسمها زينب رحمها الله. زينب دي كان عندها 6 عيال وجوزها دائم السفر، وكانت مريضة جدا بسبب الخلفة و الى اخره، مش قادرة تقوم. كانت امي تعمل لنا الاكل اولا تخلصه، وبعدين تعمل اكل زينب وعيالها وتخلصه وتاخده، علشان كان ورا حارتين ثلاثة كده 5 6 ايام. وفي يوم شايلة اكل اختي زينب مودياه وهي بتجري، وفي قضيب ترماي كده ورا بيتنا، واذا بالاكل في ايديها تقع على القضيب، راحت عينيها تماما. هي لو كانت عملت كده كان عينيها ما راحتش، هي خافت على الاكل عشان العيال اللي مستنيه الاكل. فشالت الاكل وعينيها ضربت في بعيد عنك، اتصفت في الحال. انا اذكر اليوم ده مش عرفت امي، عرفت كل الامهات اللي موجودين في الدنيا. الست دي امي.